هو مجرد مخبز متواضع وسط قرية صخرة في محافظة عجلون، لكن هذا المخبز فيه أسرار لكثير من العائلات الفقيرة التي لا تملك حتى ثمن رغيف الخبز. باجي كل يوم باخذ نص طيرة خبز، وفي يوم بعطيني ببلاش، يوم بعطيني مصاري. إذا أردت أن تعرف أحوال الناس في هذه الأيام فاسأل الخباز، فالكثير من العائلات وصلت إلى مرحلة عدم مقدرتها شراء حتى رغيف الخبز. ظاهرة شراء الخبز بالدين لم تعد سرا، وتشير إلى انتشار الفقر في الأردن. يقول القائمون على هذا المخبز إن أعداد المستدينين في ازدياد، وحجم المبالغ المستحقة على بعض العائلات أصبح لا يستهان به. أنا لما أفتح باب الدين كل يوم عندي بمعدل 25 عائلة 30 عائلة بتمكنهم خبز دين، باستثناء هذول يعني في ناس كمان أنا بجوز هو بكون معتز بس ما بقول لي كمان. في ناس، في بعض الناس بيجي علي بيعيقوا وشيلين حق رغيف الخبز كويس، يستنى تا يفضل المخبز مشان يفوت ياخذ حق رغيف الخبز يوفيه. يحاول مقتدرو قرية صخرة تدارك هذه الظاهرة من خلال فكرة أخوة الخبز، فكثير منهم يحمل على عاتقه تأمين الخبز لبعض العائلات، وآخرون يقومون بدفع مستحقات الدين بشكل شهري. والله هو أكيد رح يكون يعني وضع خطير جدا اللي قاعد بسدين رغيف الخبز، يعني هذا اللي قاعد بأخذ خبز ودين، شو رح يلاقي في بيته إنه يقدر عدم إنه أخذ يستخدمه مشان يقدر يستخدمه مش رح يلاقي زر بندورة اللي يأكله، لما كل بندورة قاعد تكون بأربعين. حاولنا الاقتراب أكثر من أوضاع هذه العائلات لكنهم تمنعوا، ربما لاعتبارات مجتمعية، أو كما قال أحدهم: للعباد رب لا ينسى، فالشكوى لغيره مذلة. سلام هنداوي، سكاي نيوز عربية، عجلون.